السلام عليكم، واتمنى ما اكونش مشاغب. عروستنا اليوم غاوية البحث عن المتاعب، ممكن تعمل حوار عن تنقية السلالة، وممكن تنشر عمود عن انواع الدلالة، ما هي عاشقة لصاحبة الجلالة، في الشارع وبين الناس موجودة، بالبحث عن الحرية والدفاع عنها معهودة، تتفتح لحواراتها ومقابلاتها كل الابواب المسدودة. مش عارف نظامها ايه دلوقتي في الحقيقة، حاسس ان اخبارها متفبركة وما بقتش دقيقة، لكن في الاخر مهنتها تغطية كل مكان، واخبارها لصدر الصحف عنوان، ومقالاتها متنوعة اشكال والوان. ولو عرفتوا الحل اتصلوا على 747 اذاعة، او اكتبوا الكومنتات تحت يا جماعة.